الفرصة أنني نحضر دوري في القرى ديال مدينة العرايش. صراحة تفاجأت بالمستوى التقني ديال مجموعة ديال اللاعبين. صراحة ما كنتش كنظن أن كاين مواهب بهذا المستوى هذا. تبارك الله على الشباب، درتوا مقابلة كبيرة. بزاف لجنة المنظمة، زعما صراحة زعما اللي تشوف هذا التنظيم بهذا التعاون ديال الإخوان، كلشي كيساهم، كلشي باغي ينجح تظاهرة من هذا المستوى. زعما تفاجأت بهذه التظاهرة. مدينة العرايش اللي هي مدينة وفيها ناس قطر اللي هي في المستوى، بعد خطرة كيكونوا تظاهرات رياضية ما كتبقاش لهذا المستوى اللي شفت اليوم. تبارك الله عليكم، ما عليا غير نشكركم ومزيد من النجاح إن شاء الله. تبارك الله عليكم شباب.